do that, that, 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 do that. كم وصل عندنا مسجلين استاذ محمد؟ تقريبا 17 طالب. 17؟ هذا اللي سجلتهم امس؟ اي نعم. يا استاذ عثمان جيب لي ملف المسجلين المحو الاميه. مسجلين؟ اللي سجلوا امس جيبهم. هاي سجلناهم في الامس. هاي دقيقة. نبغى عدد كافي ان شاء الله السنة هذه. نقول ان شاء الله. يعني اذا زادوا اليوم 4-5 كويس. ان شاء الله يجي خير. هاي. شكرا يا استاذ عثمان، شكرا شكرا لك. استريح. يلا دخلهم لي دخلهم. عليكم السلام ورحمة الله. سجل عندنا محومية؟ حياك الله، سجل بيانات استاذ محمد. هذا ورامي جاهزة. ممتاز. خلي الملف هذا عليك. خلاص راجعني بعد اسبوع ان شاء الله. بعد اسبوع ونحدد لك الفصل. يوم الاحلى القادم ورامي ان شاء الله. الله يحييك، تفضل. اضيف ملف هنا. هات اللي بعده. هذا برضه ورقه كاملة. جميل. هات رقم عدده كم هذا؟ كم؟ لا وصلنا 20. صير 19 عندنا. 19. نعم. إن شاء الله بعد أسبوع نحدد لك الفصل. تراجعنا بعد أسبوع. قادم مرة إن شاء الله. إن شاء الله. الله يحييك، موفق. شوف كم طالب باقي معنا يا أستاذ محمد. ممكن نقفل التسجيل. نعم. تعال. جيبهم جيبهم دفعة واحدة، جيبهم دفعة واحدة، جيب جيبهم. هذا الآن طالبين. بيانات مكتملة. أحمد. أحمد. خلاص يا أحمد، راجعنا بعد أسبوع إن شاء الله. بعد أسبوع إن شاء الله. العهد القادم مرة، حد الفضل إن شاء الله. هذا حق سلطان، ورق سلطان. ورق سلطان كاملة. سلطان. هذولك سلطان تم تسجيل، تراجعنا بعد أسبوع إن شاء الله. يوم طالب بعد. شوف في أحد ولا خلاص نمشي؟ اهلا. كيف حالك؟ كيف الله. سجل عندنا محو 100 ان شاء الله. عارف الشروط؟ والله ما عندك. عندهم شروط ودوني. على انتظام. انتظام وسلوكك كطالب في المدرسه شيء معانا ان شاء الله باذن الله تعالى. تمام؟ ان شاء الله. الله يحييك. طيب خلاص. يلا اخ احمد تراجعنا ان شاء الله بعد اسبوع. يوم الاحد القادم مره ان شاء الله. سلام عليكم. في باقي ما حط طلاب اليوم. خلاص قفل قفل التسجيل قفل. باقي لنا طالب. قفل لا ما عندنا. قفل التسجيل. باقي لنا طالب. قفل التسجيل ما في. السلام السلام ورحمة الله. مبروك. أقدم مبارك. معليش قفلنا التسجيل يا. والله قفلنا. إيه. خلاص العدد اكتفى. أشوف لازم قابلني والله. اسمعني اسمعني. اسمعني اسمعني. أعطيك سميته. اسمعني ما أسمعك. قول لي. ما أسمعك. اسمي. على سعيد. ايوه على سعيد. على سعيد اذا خلاص الكلمه الجايه ان شاء الله بطل الجايه. نعم علي انا مدير المدرسه هنا. انا مدير المدرسه هنا. اقول لك قفل التسجيل. يا مدير اسمح لي. العدد مكتفي. يا جماعة علي يا استاذ محمد تفاهم معاه انا ماشي. يا مدير يا مدير روح طب هنا يا مدير بيتي ما هو كذا الدراسه معك يا انت اذا جيت عندنا نبغى نعلمك صح؟ طيب رجعوا هنا يا استاذ محمد. خلاص استاذ محمد سجل يدوي بس يدوي يدوي سجل لي هنا يدوي سجل رجعوا في المرجع رجعوا والله سجل لي غصبا عنه كله ما تعبوا كله حفظيها ورجعوا ابو حيص البيس يا عم علي حيص البيس احنا بدنا نمشي الشغل تمام طيب يا رسول اسمعني اسمعني يا دول سجلتوا طيب خلاص حطوا لي استحياء ما عليه احنا نحطه في اختيار. يلا الله يحييك. الله يحفظك. تفضل يا معلم تفضل. يلا تفضل.
يا بالله وردها يا جماعة انتم اللي والله المهم كويس. ما شاء الله كيف حالكم؟ اخباركم طيبين؟ طبعا اعرفكم عن نفسي مدير المدرسة حسين، حياكم الله عندنا في محور الأمية. المطلوب منكم الانضباط والحضور في وقت الدراسة مبكرا ان شاء الله، والالتزام واحترام المدرسين ان شاء الله. هذا الطموح ان شاء الله. اليوم اول يوم لكم عندنا وعندكم حصتين، حصة انجليزي وحصة علوم. انجليزي وحصة علوم، ان شاء الله راح انادي المدرسين ويجيكم. خلاص اتفقنا يا شباب؟ طيب. الله يعطيكم العافية، وانا موجود في مكتبي اذا احتجتوا شيء. السلام عليكم. لا والله بعرف يا اخي. ها ردت البارح ما البمول ما فا. لا بابا لا السلام عليكم. هاي المدير جاكم؟ اخبارك شنو يا ابني؟ اخبار الطلبه؟ اه لا هاي انت مين؟ شنو؟ انت من فين؟ انا من السودان. الاستاذ عثمان. اهلين اهلين وسهلين وحطين. اليوم باذن الله تعالى راح نبدا الدرس اليوم ان شاء الله، اول درس باذن الله. راح ننبسط مع بعض ان شاء الله. كويس. هاي والله انت شايف لكن كويس والله. والله تمام. الله يعطيك العافيه. انا اشوف انا ما اعرف السودان. شنو؟ بعدين اعرف السودان. انا ما اعرف. بعدين انا ما اعرف السودان، اتكلم سودان. ما عندك مشكله والله. ابدا الدرس. انا بقول الكلمه وانت تمشي معاي. قول. هاي. تاشيرو الله بس عليك الله يا خبار بس تاشيرو ده عايز ايه قولوا وراي با ورا با 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 ا طيب نمشي مع الكلمات دي. الرياضة ها الرياضة 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 شنو؟ تو رياضة تو. هاي ما تعرف رياضة تو والله كويس. رياضة تو هاي والله انت كويس والله. رياضة تو والله شنو؟ هذه هذه ده كويس. هذه هذا 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 ليه؟ اللي ده أبيه. لا لا هنا 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 سام سام كاتشو يا حسن هو يحيى 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 دايمهم. لا ما دقيقة 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 يحب منو؟ يحب منو؟ يحب يحب تعال وراي ما شاء الله تعال وراي. أنا قول يحب 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 والله تقول يحب والله يحبو. دقيقة طيب شوف أنا انا عايز لي ثلاثه امشوا معايا وريهم الحاجات دي. واحد اثنين ثلاثه قوموا معايا. الله يسوداني لو اديك حاجه. انت اول واحد قول. اه كازون اه باشيرو اه عادي ها ري باشيرو ري دخلوا منو؟ خروف. طب ما غير ده؟ خروف. لا والله انا غير. هات لي بقى حاجه. هاي والله زمان انت كويس والله. هاي.
باشي نورا جالي والله بطل ليك عجل عجل ما حجل عجل 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 باشي نورا عجل شنو؟ أين هذا طين الواقع؟ حمامة 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 هاي أنت يا زول باشي مودا باشي مودا غزال شنو؟ غزال استغفر الله العظيم أجلس أجلس دراسة تجد وين هاي سجلس يا يا أجلس زي محترم قدام احترام ما تعملوا لي احترام ولا تقدير يا أخي والله العظيم الناس والله كويسين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيف حالكم؟ طيبين؟ الله يعافيك إيش فيه الأستاذ عثمان يشتكي منكم؟ معلم اللغة العربية يشتكي منكم؟ والله ما أدري هو زعل والله يقول زعلتوه يا أخي يقول هذا هذا ما يعرف هذا الرجال يتكلم معاكم باللغة العربية الرجال مهم الناس يعرف لهجات عربي لكن هل يعرف لهجاتنا فرير عندنا ولا لغة عربية خلاص سألكم هذا قول هذا غزال هذا جمل هذا 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 خروف مو فرير طيب المرام كله خط الله يعين الله يعين طيب معكم الأستاذ محمد مدرس لغة إنجليزية منو لغة إنجليزية نعرفنا عربي ودرس تعرف يا عمي تعرف تعرف هل عندك عزيمة بس تعرف طيب طيب تعرفون حروف العربية منها 28 لكن الإنجليزية سهل وسهلة الإنجليزية سهلة طيب أول حرف في اللغة الإنجليزية اللي هو حرف A حرف A نعم الحرف هذا حرف ما هو A حرف ما هو A طيب أحسنت وين A وين حرف A ايوه طيب الحرف الثاني اللي هو يجي معنا حرف البي حرف البي بي 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 اي بي سي دي اي اف جي نكملها انت هل عندك رغبه تفهم معايا تفهم طيب الحرف الاول اخذنا حرف ما هو ايه طيب الحرف الثاني اللي هو قلنا حرف حرف البي حرف بي. حرف ما هو بي. حرف البي هذا الحرف الثاني حرف ما هو بي. والله شاطر والله شاطر ان شاء الله لك جائزه حلوه كب زميلك بزميلك طيب نبغى نتعلم الان اليوم هذا عندنا حرفين راح ناخذها كل يوم راح تصير معانا حرفين هذا ما هو؟ إيه هذا إيه هذا إيه هو بي بي بي, بي ولا بعده سي سي, سي نعم دي هذا بس لا تستعجل لا تستعجل معنا كل يوم راح نقول اي بي سي دي مثلا احسنت احسنت والله 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 طيب طيب معايا What is your name معايا What is your name What is your name How are you أقول لك فهمنا أول مرة هل هالجتين نفهمها وقول لنا بالعربي احنا الان نبغى نسولف سولف 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 لغة انجليزية معايا والله سولف معايا كيف تقول لي كذا؟ اقول لك what is your name؟
ما هو سير وش الديور نيم؟ يعني ما هو اسمك؟ طيب اسمع اليوم اخذنا حرفين والحصه القادمه ان شاء الله نكمل، بس تيجي الحصه القادمه اسالكم في الحرفين هذه، اتفقنا؟ السلام عليكم. يا شباب انتم في مكان تعليم، فخلوا الادب لابد ان يكون معانا، رجاء لابد ان يكون مؤدبين. طيب الاسبوع القادم يوم الاحد عندنا الاختبارات تبدا، اختبارات استعدوا، فيها رسوب فيها نجاح، نعم ABCD واللغه العربيه كلها راح تكون معانا يوم الاحد. السلام عليكم. كيف حالك يا زول؟ هيا خوات يا زول، لك والله ثلاثة ولا حتى مجهزة براهي ومسامان ومسار اليوم معك ضربة ضربة معايا تعرف تحل ولا معايا هذا تكلم إذا بدأت ها 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 ما نسمع أي صوت. طيب تمام، هذا يكون تركيزك في الواقع. طيب الهدوء حديث الرسول صلى الله عليه وسلم من خشى عمل ليس من على خشية الدنيا. تفضل يا استاذ. هذه ما هذه؟ ما تقلب الورقة. خليها. هذه ما هذه؟ عرفت؟ ما تقلب الورقة. هاي. ما تقدر تشوف الراجل. توكل على الله. أفكر. اسمع علي احمد. هلا كتبت اسمي. اسمك علي؟ طيب علي كم؟ هلا طيب ما دام حبي تكتب لي كتبت اسمي. طيب انت خجبة جيت خجبة. تعال. هاي احسن ما عملته. السنه في البنات
تختم على الجلسه. الله عندهم ماده لغه انجليزيه عندك ماده لغه عرفتها زين؟ حلها زين؟ خلاص لا لا هذا ما هو اقول له قرا لي السؤال بس قرا لي السؤال علي سعيد لعجتي يا سلام لعجتك شنو؟ أنا ما قلت يا أخي هنا هذا يا أخي طيب حاضر 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 يا أستاذ محمد يا أستاذ إنجليزي نعم صحبت بيني هم الله الله يجزيك صلح الدنيا يا أخي الأستاذ ما معك كلام ده الحشتنية صفتنية دادية يا أستاذ أستاذ عثمان يا أستاذ عثمان يا علي واقفت ولا لا؟ والله أمس يا أخي واقفت حليت واقفت طيب ما شاء الله حال إذا هدي هدي معانا دور تعال خلاص بطل يلا هاي شفتك والله شفتك ثقيلة ثقيلة الله أكبر عليك أكيدك يا أخي يجي حد الراجل يجي حد الراجل يجي حد الراجل يجي حد الراجل لا اسحب الجوال عليك ممسوداني عليك ممسوداني عليك ممسوداني الحمد لله كسر 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 هلا 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 ه